لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. ولا يزال حديثنا موصولا حول فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في لقائنا السابق 10 فضائل وثمرات حاصلة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والليلة نكمل إن شاء الله تعالى. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثمراتها ما يلي: الثمرة 11 رقم 11، أنها سبب للقرب منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. حديث صحيح. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وهذه بشرى عظيمة لكل مسلم صادق الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكثر من الصلاة عليه، إذ تجعله هذه الصلوات أخص الأمة به وأقربهم منه وأحقهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. لا جرم فكثرة الصلاة عليه تدل على صدق المحبة وكمال الوصلة، فتكون منازلهم في الآخرة منه بحسب تفاوتهم في الصلاة عليه، فهي جالبة لرحمة الله تعالى والقرب من نبيه صلى الله عليه وسلم والفوز بشفاعته، وكفى بذا فضلا. والسؤال حتى نكون عمليين: كم مرة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ حسب نفسك هنا قبل أن تتحسر، منزلتك هنا منه هي منزلتك منه في الآخرة. منزلتك من النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي منزلتك منه هناك، بحسب كثرة الصلاة عليه يكون القرب منه صلى الله عليه وسلم. 12، أنها سبب للخروج من الظلمات إلى النور. من يأتي لنا بدليل هذه الفائدة وتلك الثمرة؟ طب ما علاقة هذه؟ أيوة، ما علاقة هذه بهذه؟ ها؟ 12، أنها سبب للخروج من الظلمات إلى النور. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للخروج من الظلمات إلى النور. جائزة لمن يجيب إجابة صحيحة. ما دليل هذه الثمرة أو هذه الفائدة؟ لأن عندما تصلى عليه دليلها قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طيب ما علاقة هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى السؤال. لما تصلي على النبي الله بيصلي عليه. صح، لك الجائزة. ما علاقة هذه الآية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلاقة واضحة، إذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله وصلاة الملائكة على العبد، وصلاة الله على العبد وصلاة الملائكة سبب للخروج من الظلمات إلى النور. إذن هي مترتبة على تلك. حينما نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلاة نصليها عليه يصلي الله علينا بها 10 صلوات. وإذا صلى الله عز وجل على العبد كان ذلك سببا لإخراجه من الظلمات إلى النور. نقول العلاقة واضحة، إذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله وصلاة الملائكة على العبد، وهي سبب لخروجه من الظلمات إلى النور. وإذا حصل ذلك للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر، فيا حسرة الغافلين كم فاتهم من الخير العميم. 13، أنها سبب لطيب المجلس وألا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. أنها ما هي؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أريدك وأنت تجلس في دروس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتوقف عن الصلاة عليه. نعم، هذا من حقه علينا صلى الله عليه وسلم، أنها سبب لطيب المجلس، وألا يعود حسرة على أهله يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا. هذا من أي أنواع الأساليب؟ ما جلس قوم مجلسا، هذا أسلوب منفي، نفي واستثناء يدل على العموم. ما جلس قوم مجلسا يعني أي مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم بها. حديث حسن. مرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم بها. ترة يعني نقص وحسرة وتبعة ومعاتبة، نقص وحسرة وتبعة ومعاتبة إذا لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا الله. وقوله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم بها، يعني إن شاء عذبهم بذنوبهم السابقة وتقصيراتهم اللاحقة، وإن شاء غفر لهم فضلا منه ورحمة. وفيه إيماء كما يقول العلماء بأنهم إذا ذكروا الله لم يعذبهم، إذا ذكروا الله لم يعذبهم حتما، بل يغفر لهم جزما. إذا ذكروا الله يعني في المجلس لم يعذبهم حتما، بل يغفر لهم جزما. كم يجلس الناس من مجالس تخلو من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتعرف كيف هي وكم هي الحسرات التي تحل بهؤلاء يوم القيامة، نسأل الله السلامة. حق والله لكل مسلم حريص على النجاة أن يجتهد في هذا الخير وينشره بين الناس. نعم، كل مجلس نجلسه ننشر هذا الحديث بين الناس، حاول أن تحفظه أو تجعله على هاتفك، فإذا ما جلست بين الناس اذكر لهم هذا الحديث لتنشر هذا الخير، أن يجتهد في نشر هذا الخير بين الناس. فالغفلة عن الذكر تهلك العبد وتندمه يوم القيامة. هذه المجالس الخالية من الذكر ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون حسرة على أهلها وعلى أصحابها يوم القيامة، والعكس صحيح. المجالس العامرة بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجاة وسلامة لأصحابها يوم القيامة. لذلك نقول: عمروا مجالسكم بذكر الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، تكن لكم فرحة وسعادة يوم القيامة. الرابعة عشرة أنها تنفي عن العبد اسم البخل، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنفي عن العبد اسم البخل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الترمذي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هنا البخيل بالألف واللام يعني الكامل في بخله، البخيل الحقيقي الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، يعني لم يبادر إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو البخيل على الحقيقة، لأنه بخل بشيء لا يخسر بسببه قليلا ولا كثيرا. كم يخسر الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يخسر، بخيل فعلا، لأنه بخل بشيء لا يخسر بسببه قليلا ولا كثيرا، أمر فيه مصلحة له وكمال ورفعة ودرجات، كما أن فيه شيء من الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، هو من علمنا، هو من أرشدنا، هو صلى الله عليه وسلم من أتى بهذه الشريعة المباركة، ففضله على أمته لا يقادر قدره. ولذا أخذ بعض العلماء وفريق من العلماء من هذا الحديث وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مطلقا، كلما ذكر ولو في المجلس مرارا، يعني لا يستثقلن أحد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة عشرة أنها تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان العبد، أنها يعني صلاتك
تصل وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان العبد، كما في الحديث من يذكره؟ ما الدليل؟ فضل. صلوا علي فإن صلاتكم تصلني حيثما كنت. طيب بسم الله. قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. صحاح الشيخ الألباني. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، حينما تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمك يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة تقول له يا رسول الله أو يا محمد فلان ابن فلان يصلي عليك أو يسلم عليك. هؤلاء الملائكة هذا عملهم وهذا دأبهم واختصاصهم، سياحين صفة لهم، يعني يسيرون ويطوفون الأرض يبلغوني من أمة السلام، يعني يوصلون ذلك إلي مهما بعد قطر العبد وشطت داره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن موضع دفنه. قال يبلغوني من أمة السلام. طيب وأين الصلاة في هذا الحديث؟ قال يبلغوني من أمة السلام، أين الصلاة؟ الذي يظهر أنهم يبلغونه الصلاة والسلام، وقد أمرنا الله بالجمع بينهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الحديث من أعظم المنشطات للإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استحضر العبد أن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسلامه، فلان ابن فلان يصلي عليك يسلم عليك، والناقل من ملك من الملائكة الكرام ينقل اسمك ويعرضه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره في حياة برزخية وليس حيا حياة كاملة كحياتنا كما يزعم الصوفية، وإنما هو بشر وقد اعتراه ما يعتري البشر من الوفاة، كما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال الصديق أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. فهذه حياة الله عز وجل أعلم بها، ليست كحياة البشر، ليس أنه يضر وينفع وتنزل بساحته الحاجات والرغبات ونحو ذلك مما يفعل عند القبور من الشرك بالله. وفي الحديث الآخر وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، كما في المسند وسنده حسن، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام فصلاة الأمة وسلامها يصل إليه صلى الله عليه وسلم من جميع الأمكنة، فصلاة الأمة وسلامها يصل إليه صلى الله عليه وسلم من جميع الأمكنة، انتهى. وكما يردد العبد في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو يصل إليه كذلك. فحري بالمسلم أن يعمر أوقاته بذلك بدلا من القيل والقال والوقوع في الحرام من غيبة ونميمة وغير ذلك مما يندم عليه يوم القيامة. السادسة عشرة أنها نجاة للعبد من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث وانتبهوا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لا تصلون عليه، فقال آمين آمين آمين، فلما نزل سئل عن ذلك التأمين تكون على أو يكون على دعاء، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أمنت، قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا. وهذا خطر التهاون برمضان، أن الذي يتهاون برمضان فينفتل منه وينصرف عنه وينسلخ عنه رمضان ولم يحصل المغفرة منه، هذا ربما تصيبه دعوة دعا بها أمين الوحي جبريل عليه السلام، ودعاء الملك مستجاب فضلا عن أفضل الملائكة أمين الوحي جبريل عليه السلام دعاها وأمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والرسل. فكيف تكون حال عبد أصابته هذه الدعوة عياذا بالله تعالى، وأي ذل وأي صغار وأي إهانة تحل به وبساحته إذا لم يحسن استغلال شهر رمضان ليحصل منه المغفرة.
لذلك إن شاء الله من أو يعني من بداية شهر شعبان سنبدأ دروس كيف تتلذذ برمضان بإذن الله تعالى يومي الاثنين والخميس بإذن الله تعالى. أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل أو فلم يغفر له، وفي رواية فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. إسناده حسن وهو في صحيح الترمذي. وجود الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة، بل الوالد أوسط أبواب الجنة ويشمل الأم والأب، فمن يعني كان في هذه النعمة فليحسن استغلال هذه النعمة قبل أن تفوت من بين يديه. وهذا الذي لا يحسن هذه يعني استغلال هذه النعمة ببر الوالدين هذا يدعى عليه أيضا بهذه الدعوة. رغم أنف يعني خاب وخسر وذل وعجز ولصق أنفه بالتراب. خاب وخسر وذل وعجز ولصق أنفه بالتراب أو لصق. كل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. كيف يكون حال عبد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالذل والصغار والمهانة؟ نعم دعا عليه، لأن الذي يؤمن على الدعوة كالإيه؟ كالداعي، كما في قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي يدعو كان موسى. ربنا اشدد على ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم لما قاموا فرعون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهارون كان يؤمن ومع ذلك قال الله قال قد أجيبت دعوتكما. الذي يؤمن على الدعاء هو مثل الايه؟ الداعي. لذلك نقول كيف يكون حال عبد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالذل والصغار والمهانة، أو لو كان على سبيل الخبر أخبر بحدوث ذلك له كيف يكون ذليلا صاغرا. وكم تكلف العبد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عند الإنسان. خد كمان يا هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عند الإنسان. سبق أيضا حديث يدل على هذا الوجوب، ما هو؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإن لم يفعل الإنسان فإنه يستحق أن يدعى عليه بهذا الدعاء. السابعة عشرة، وهذه جميلة جدا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، نقلتها بلفظها، يقول أنها يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترمي صاحبها على طريق الجنة. أنها ترمي صاحبها على إيه؟ طريق الجنة. وتخطئ بتاركها عن طريقها، وتخطئ بتاركها تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقها، كما في قوله ما الدليل؟ قريب من هذا. قال من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، كما في صحيح الترغيب والترهيب. من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. اللهم صل عليه. وفي لفظ من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، كما في صحيح الجامع. فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أثم وأخطأ وفعل غير الصواب. فكأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إمامنا ترمي بصاحبها وتأخذ به إلى طريق الجنة، ومن تركها فقد خطئ هذا الطريق ولم يهتدي له الثامنة عشرة، كأنها سبب لدوام محبته صلى الله عليه وسلم، وزيادتها وتضاعفها. سبب لدوام محبته يعني للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، يعني كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبة العبد للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها. كيف؟
وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. لما؟ لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. يعني الإنسان الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حبا له، يزداد حبا له. العكس، وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. يعني إذا لم تكن تراه فأنت تراه من خلال ذكره محاسنه، وهذا يزيدك محبة. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، والحس شاهد بذلك. يعني الإنسان الذي يذكر آخر كثيرا على ما يدل؟ حبه. اللي بيبقى حابب واحد على طول تلاقيه يفتكر ويتكلم عنه على طول، وفي كل مجلس يحاول يحشر اسمه ويأخذ بقى محب صادق. حتى قال بعض الشعراء: عجبت لمن يقول ذكرت حبي. ايه ده؟ بيقول لك انا بتعجب من واحد بيقول انا افتكرت حبيبي. نعم، وهل انسى فاذكر من نسيته؟ هو بيقول، عايز يقول لك ما ينبغيش المحب ايه ينسى. عجبت لمن يقول ذكرت حبي وهل انسى فاذكر من نسيته. فتعجب هذا المحب ممن يقول ذكرت محبوبي، لان الذكر يكون بعد النسيان، ولو كمل حب هذا لما نسي محبوبه. وقال آخر: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. ده مين؟ المجنون الذي أحبها. قال: وأحبها وأحب وأحب لسودها سود الكلاب. هي كانت أصلا سودة، فكان بيقول لك أحبها وأحب حتى الكلاب السود، عند الكلاب الكلب الأسود شيطان. سبحان الله، لكن كيف يفعل الحب بأصحابه؟ حتى يقول أيضا: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. سبحان الله. لكن انظر للمحب الصادق لله حين يقول في التعبير عن حبه لربه ويرد على هذا المجنون فيقول: وددت جوانحي وجوارحي مقل تراك. يقول: يا رب أنا أتمنى وأود أن كل جوارحي وأعضائي عيون عشان تراك. ما لهن جفون، مش كمان عليها إيه؟ مش لا تفضل مفتوحة على طول. وددت دموع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون. وددت قيسا في زمان محبتي. ما هو في قيس، المجنون اسمه قيس اللي هو بتاعنا ده. وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون. فأنا أقول لك كنت أتمنى يبقى موجود عشان أعرف بقى الحب الحقيقي اللي هو حب مين؟ حب الله سبحانه وتعالى. هنا يقول المجنون: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. يقول لك بحاول أنسي نفسي مش قادر، كل حتة أمشي فيها ألاقي إيه؟ ليلى قدامي. خدت بالك؟ فكيف بمن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له، فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه. والمثل المشهور: من أحب شيئا أكثر من ذكره. من أحب شيئا أكثر من ذكره. وفي هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد: لو شق عن قلبي ففي وسطه ذكرك والتوحيد في شطره. فهذا قلب المؤمن، توحيد الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم مكتوبان فيه، لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة. ولما كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبته ونسيانه سببا لزوال محبته أو ضعفها، وكان الله هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم، بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى أن يشرك به في الحب والتعظيم فيحب
غيره ويعظم من المخلوقات غيره كما يحب الله تعالى ويعظم. قال الله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الند كما يحب الله تعالى، وأن المؤمن أشد حبا لله من كل شيء. وقال تعالى عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة، وإلا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عابده أيضا، إنما كانت التسوية في المحبة والعبادة إلى آخره. من ثمراتها وفوائدها أيضا، من ثمرات كام دي 19 قبل الأخيرة، أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه. فكلما أكثر العبد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره. كلما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وتصلي عليه كثيرا يزيد حبه في قلبك، فكلما أو مهما أتاك أمر بادرت إلى التنفيذ، لا يعارض هذه الأوامر حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره، ولا شك في شيء ولا شك في شيء مما جاء به، بل يصير ما جاء به مكتوبا مستورا في قلبه، لا يزال يقرأ على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه. وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم. الإنسان إما حب الواحد بيبقى زايد قوي، مش بيستجب بمجرد الكلام، لا ده بالإشارة، خدت بالك؟ وحتى لما بيقولوا حاجة بينفذ من غير ما إيه، من غير ما يفكر، يقول لك ده هو أكيد قال لي على الحاجة دي عشان هي أفضل وهو بيحبني، خدت بالك؟ فالمعنى ده بقى ما ينفعش يكون للناس بهذه الصورة، لكن لو أن العبد استحضر هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكثرة صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم تؤهلك وتوصلك وتبلغك هذه الدرجة، أن تبادر إلى امتثال أوامره وترك نواهيه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله صلى الله عليه وسلم. فالمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله تعالى وذكر رسوله وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله، يعني كأنك تدعو الله عز وجل أن يجزي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، يعني بهذه الصلاة عليه. ثم ذكر ثمرات أخرى وفوائد أخرى يمكن أن نرجع إليه في هذا السفر المبارك جلاء الأفهام للإمام ابن القيم. يبقى لنا ما المواطن التي يستحب فيها الإكثار على الصلاة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما المعنى المقصود من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يحشرنا في زمرته وأن يرزقنا شفاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.